اهلا بيكم، انا سهيلة وده بيتي، يلا بينا ندخل. عندي 15 سنه من مصر، طفله شركه في بلان بقالي 15 سنه. ده بابا وده احمد اخويا، ودي ماما، ودي جنى اختي، ودي شروق اختي. هي دي اختي. ده مطبخنا. بصحى الصبح بروق السرير بتاعي، بعد كده بغسل سناني، وبعد كده بلبس، وبعد كده بروح المدرسه، بحضر الحصص بتاعتي. انا في اولى ثانوي عام، بحب مدرستي قوي، وبحب مادتين الاحياء والفيزياء. انا دي ماما، ودي دلوقتي بتعمل ندوه حمايه، وهي اكيد فخوره باللي هي واصله له. تمام، وان هي ليها مربى مش أي حاجة. التحديات او العقوبات اللي كانت في المجتمع بتاعي، ان مثلا المعتقدات او الافكار اللي موجوده زمان، مثلا البنت ما ينفعش تتعلم، لا البنت لازم تتجوز بدري. جت فلان عملت افكار، لا البنت لازم تتعلم، البنت ما ينفعش تتجوز بدري، لازم يبقى ليها دور في المجتمع. بس دي مجموعه افلاطون بنتعلم فيها حقوقنا وواجباتنا. البرنامج اللي شاركت فيه اول برنامج كان برنامج افلاطون، كان عندي 8 سنين، اتعلمت منه حقوقي وواجباتي. ده واحنا بنكتب الخطابات للشركاء، وانا ساعات بساعدهم عشان نكتب الاخبار. ده اليوم الرياضي لبلاد انترناشونال، محضره للطفل للاطفال، وانا فرحانه قوي ان انا همشي فيه. اول حلم بتمناه ان انا ابقى دكتوره اطفال، عشان في اطفال ما بتبقاش معاها فلوس تتعالج. بلان ساعدتني ان انا اقدر احقق احلامي، ان انا ابقى مثلا اداني ان انا اقدر الثقه في نفسي، وكمان اقدر اعبر عن حاجه اللي جوايا. الاول انا لما شاركت بلان كنت شخصيه مش سويه او مش اجتماعيه. انا فرحانه ان طفله شاركت بلان. مع السلامه.